السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تطبيق اسمه ريفيس. يعني ايه؟ يعني بتديله فيديو وتقول له انا عايز الفيديو ده تغير لي صورة الشخص اللي موجود بصورة مثلا وشي انا، تمام؟ فالموضوع ظريف جدا، تقدر ان انت تختار اي فيديو وتحط عليه صورة احد. طبعا الموضوع ده هيعمل مشاكل كتيرة، فخليك حريص يعني، تمام؟ ممكن نختار ايه مثلا؟ هو بيقول لي ان انت ممكن تعمل جنريت لافطار لو انت حابب. طيب ممكن تختار بقى صور كتيرة لشخص ما، او ممكن تضيف صورتك انت. ممكن نقول له احنا عايزين مثلا تجيب لنا احنا فيديو من عندك، مثلا في فيلم مثلا اسمه باك تو سكول، هناخد مثلا دوت، وهقول له اد فيس، وتبدأ تضيف صورة ليك. يفضل اكتر من صورة، يعني لو 6 7 صور هتبقى حاجة كويسة، تمام؟ وتقول له سويب فيس. هو اوتوماتيك بيتعرف على الوش. انت ممكن ترفع اي فيديو وتبدل الصور، تمام؟ وهو يبدأ ان هو يعمل لك اعادة ليها، زي ما عملوا في الفيديو اللي هو حطه ترامب مكان حد من المذيعين العرب وحاجات زي كده. فالموضوع بيبقى سهل جدا وبسيط. طيب خلينا مثلا ناخد حد زي دوت، تمام؟ هقول له بدل لي سويب فيس. تمام، حتى حط له الدقن والحاجات دي كلها. ولو فيديو بيبدأ يتحرك معاك، خلينا نختار حاجة تكون فيديو عشان يبان معانا المثال، مش عايزين حاجة صورة بس، تمام؟ ده انمي. لا بس احنا عايزين حاجة تكون فيها حركة حلوة. وليكن مثلا هختار دوت، تمام؟ لو اديت صور اكتر هيبقى. طيب انا اقول له سويب فيس. فتقدر هو بيشغل في صور وفيديوهات بشكل رائع، تمام؟ فاتمنى يعجبكم ان شاء الله. تعال نشوف فيديو تاني اهوت. لو في اكتر من شخص بيجيب لي كل شخص، وانا كل شخص بختار الشخص اللي انا عايز احط له مكانه. ده من اقوى التطبيقات اللي شفتها في الديب فيك، بيعمل حاجات مبهرة وسهلة جدا في الاستخدام. ظريف الصراحة، اتمنى يعجبك.